مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر. كما كتشوفوا معنا أجواء مطرية هامة في مدينة أكادير. في هذا البث يعني في هذه الأثناء مدينة أكادير كتعرف يعني تساقطات مطرية جد هامة. كما كتشوفوا حتى البنية التحتية يعني ربما لم تستوعب بعض القطرات القليلة اللي عرفتها لمدينة أكادير خلال هذه الفترة. كما كتشوفوا بلوعات يعني مسدودة ومياه يعني وجريان، يعني هذه قطرات قليلة اللي صبت في أكادير وقعت يعني هاد الكارثة. كما كتشوفوا يعني دائما البنية التحتية ديال الطرقات ديالنا جد مزرية وقطرات قليلة فقط يعني كتفضحها، مع الأسف الشديد يعني في غياب أي يعني التفاتة من طرف الناس المسؤولين لهاد البالوعات اللي كتمتص مياه الأمطار. يعني الكل يعرف أننا يعني في فصل الشتاء، والناس يعني ما قاموش يعني بتنقية وتنظيف هاد البالوعات من المخلفات المتراكمة فيها، الشيء اللي جعل يعني تشوفوا يعني هاد الوديان من المياه اللي كتجري يعني فوق الطرقات. وهذا الشيء يعني كيخلي ان مجموعه من المناطق لو قدر الله يعني عرفت المدينه تساقطات مطريه غزيره، ربما جل الطرقات ديالها ستتحول يعني الى برك مائيه.
يعني كما كتشوفوا معنا في هذا المقطع الطرق، يعني هذا نموذج فقط يعني مصغر ما تعيشه يعني طرقات مدينة أكادير، حينما يعني تحل قطرات المطار بهذه المدينة كنوجدوا يعني جل البالوعات يعني غير قادرة على امتصاص بضع القطرات اللي كتعرفها المدينة، فما بالك إذا كانت هناك يعني أمطار جد هامة يعني كما كتشوف.